اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ قبل ما ندوزوا الفيديو، اول حاجه جيت نفكركم بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو لكندا. كاين بزاف الناس اللي كيتسائلوا كيفاش غنمشيو لكندا، كيفاش نايل الوسيله، كيفاش غنديروا لي بروسيدور ولا المراحل، زعما كيفاش غادي يكونوا. جيت نفكركم ونقول لكم نسهل عليكم الطريق. الاستاذ سامي الجسري المحلف قانونيا، كاين عنده مكتب ما شاء الله اللي معروف في كندا بزاف بزاف، ودابا فتح مكتب في المغرب في شارع زرقطوني حدا ريستورون الهيبه. تمشيو عندهم، هما واحد النصيحه او ماشي نصيحه، واحد المعلومه بين قوسين، ماشي كيدير لكم اش كيقولوا لهم، باش كيمشيو الناس لاوروبا مثلا، ماشي يعطيكم معلومات، لا لا ماشي كي ها ماشي كونطرا، ماشي كيديروا لكم لي كونطرا وهذا باش تمشيو، لا استشاره قانونيه. بعدا خصكم ديروا معاهم اول حاجه استشاره قانونيه، استشروهم، وانتم غادي تعرفوا شنو هما المراحل اللي غادي تمروا منهم. غير هي ماشي دي كونطرا يعني باش يمشيو. هذا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الهجره العائليه، زعما اللي باغيين يديروا التجمع العائلي، اللي باغيين يجيبوا والديهم، الازواج ديالهم، الاخوه ديالهم، اللي بغات تمشي تقرا مثلا تما، اللي بغات تمشي سياحه، اللي بغات تمشي دير مشروع مثلا، بزاف ديال الحاجات اللي بغات تمشي لكندا يعني باي وسيله تقدر تمشي. كيسهل عليكم الاستاذ سامي الجسري لي بروسيدور، وسهل عليكم الاوراق وداكشي وداكشي وداكشي. كيف ما قلت لكم المعلومات غتلقاهم في اول تعليق مثبت، وندوزو دابا للفيديو. غدا ما عندي فين غاد، صبري حتى الليل عاد خارجه مع راجل، صافي غنصبر غدا الجمعه. شوفي شريتي مقله، ما كانت شحال هذا، شريتي مقله ما لقيتهاش، اش بحال هذا بحال ما قلتي، وكتعيبي لي على ما قلتي، وباغا بحال ما قلتي، باغا صغيره صغيره ديالتها، كتعيبي لي على ما قلتي، ما تلقايهاش، مابقايش بحالها. والسلام عليكم، نتوما كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ حبيبات قلبي، شكون من ميكا؟ ما عرفتش، ميراج عطي المهم الميكا. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الجيران شكون ام هذا؟ انا كنصور حاطه تليفون هكا وسط رجليا بحال هكا. قالت لك لا لا كتعيب لي على ما قلتي، شوف الفيديو داك النهار، تعيب لي على ما هاي 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 ميراج اريدي نشوف خرجت اليوم، انا اليوم ما كنتش خرج، والله حتى احسن حاجه خرجت اليوم. شوفوا الشرات يا لالا، الشاريه الراسه هذه بشحال؟ 100 ليره، والله الا جايبه الفيش حتى هي باش نشوف بشحال. يا ويلي لا 85 ليره، انت 100 ليره ولا 5 دريال؟ اويل لا ما عرفتش، 5 دريال، 5 5 ليره85 ليرة. عطيتيه 100 شحال رد لك؟ 5 ليرة. متأكدة؟ ماشي مضارب معاه بلاتي 5 ليرة. ها الثمن ديالها، كون باغي يتفلى عليك ما يعطيكش الفيش، فهمتي؟ غنصدق ماشي مضاربة ولا شي حاجة. تأكد ها الفيش هي هادي، ها شوف ماشي بلاتي ميراج. اه هو هذا، لا غتفكري 85 ليره. صقع صقع جاب الصداع، انت عارفاني ما نبغيش العنصريه، ما نبغيش. دابا 85، هذه شريتها لالا ب 85 ليره، ها هي الفيش كاينه. قالت لك عطاته 100 ليره رجع لها 5 ليره. ها شوفي لو تكوني فقدتي الذاكره في ديك اللحظه ولا شي حاجه، شوفي تجي من هو تفقديني الذاكره 5 د الله يرفع عليك، ديري غدا نمشي نحيي عليه. ويلش وي عندك 20 ليرات و 100 ليرات و... هادي شكون اللي رجع ليا؟ غتنوض نشوف البسطام شحال فيه، عري ديك البسطام دوري معاه، رد عليا انتي. شوفي هادي ديالها، هادي لا لا داك اللي جات تسحب وطحين وانا جاي على الشامبيون. يا ويلي تموتوا بالضحك، جايبه لا شابلوغ، لا شابلوغ سحبوا طحين فرحانه
فرحانة فرحانة كتسحب طحين، كتسحب طحين باغا تعجن بها، تسحب نخال طحين ديال الزرع ولا ما عرفتش. هو انت ما كتمشيش معايا باش تشوفي الكاليتا. ها دابا هاد الكاليتا 26 ليرة. هادي اللي جبتي شنو هي هاديك؟ لا شابلور. لا شابلور. سدي الفيزيو ماما صبري. 26 ليرة. 26 ليرة عطيتيه 200 ليرة رجع لك 173. اييه تعني هادي 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 وخمسين. ليها المخ. هادي 50. تمشي مضاربة على الخو. هادي 50. هادي شحال؟ هادي راه بلاتي ندور لكم كاميرا. قولي. هادي خمس هادي 20 و20 ليرة. 20 ليرة. عطاني هادي 100. اييه. وعطاني 50 وهادي 20 هي شحال هي هي شحال؟ خاطر هي 30 ليرة من 100 ليرة. من 200 خاطر 30 رد لي منها ليرة وحدة. ردت لي ليرة وحدة. نمشي نحيح عليه غدا. هادي مول هذا تا هو؟ لا لا هذا تا هو شحال هذا؟ غير اللي بغيتي نمشي نحيح عليه قولي لي نحيح عليه. الاخر الاخر مول هذيك. مول هادي هانتوما البنات هانتوما شهدوا 85 ليرة. شتو؟ 85. اه هاهي 85. 85 إذا عطاني خاصو شحال يرد عليا 15؟ رد لك 15 ورد لك غير 5 ليرة. رد لي 5 ليرة. باقا عندو 10 ليرة. هو خصك تمشي وياك. غدا نمشيو ليه. تورقينا. اه. غدا نمشيو ليه. واش كيسحاب زعما توريست سحابك توريست؟ غدا نحييك. لا هي غنخليها الموصفة كون نسيت عليه بسكوت سكوت باش تشرب. أنا كنت ندار معايا الماء. غنشوف داك البزطا. فيه وين فيه صعيب. غنشوف دوري معايا. غنشوفو الليرة التركية التركية. شحال كاين دابا؟ 5 ليرات، 5 ليرات ونص، هادي بحال 100 ريال ديالنا. بسم الله. وهادي بحال الفران. ديهم المغرب والله ما يقشعهم كيسحبوا الفران. هادي الليرة التركية. ميراش نقص شوية الصوت ولدي. هادي الليرة التركية انتوما. أتاتورك. ميراش كوب الكتاي. أتاي ولدي. هذا أتاتورك. ليرة. شكون هي؟ أتاترك اللي كان اللي مات مي كتقول لي باقي فلوس وايه باقي فلوس. هادي نص ليرة 100 ريال ديالنا حنا. شنو 100 ريال؟ مالك حنا عندنا 100 ريال بحال هذيك والفرانك هي هادي. واه اه زعما في شكل اه في شكل اه والله لا ديهم المغرب ما يديهم يجيب. دابا هادي الليرة وحدة ما كاملاش 40000 ريال. اه ويلي ما كاملاش 40 ريال. شر دايرة ديلارة دايرة 24000 ريال. ويلي دايرة 24 ريال بحال هكاك. الليرة التركية فاش جيت قبل 12 عام كانت ليرة وحدة دايرة 5 دراهم. هادي كان هادي هادي وحدة كانت دايرة 100 ريال مغربية. 120 فاش كانت 120 شحال اللي كاين انا في وقتي. علاش انا ملي كنت شفت الفلوس شفت الفلوس ديلارة صرفت صرفت ديلارة في زياد ديلار. اه صرفت ليرة اورو صرفتو كتجبدوا لها الفلوس كتلي اورو. جيت صرفت اورو شاط ليا عطاني 60000 ريال زايده. كنت حاولي لبنتي باش جبدتو ليها. اه كان الصرف طالع. اه غادي كيطيح دابا راه الليره التركيه ما بقى عندها قيمه حتى 60000 ريال ما بقاش عندها قيمه. 60000 ريال اللي جات ولاو الفلوس مغربيين عندهم قيمه ديال على التركيه على الليره ما بقاش عارفه نهضر على الليره. لكن راه عايشين كوكوسان. ايوا عايشين مساكين راه اش نقول لكم مضرين الاتراك ديال بصح. نشوف عندك شي حاجه اخرى؟ ها؟ نشوف شفتي هاد الميكا؟ انت كتخرج كتهز ميكتها وكتخرج. سولت عليها الدواء بشحال كنا نشري؟ بشحال كنا نشري دابا قال لي 100 ذوك الورقه تاع 100. ها شوفوا البنات هذا ديال الطونسيون. الثمن شحال فيه؟ سميتو كاين في المغرب؟ ديال الطونسيون ماما كتاخذ فانيد المغرب. فانيد ديال الطونسيون في المغرب غالي ب 5000 ريال ولا بشحال؟ بحال هذا كناخذو ب 5200. راه هنا لي ويلي راه تراجع عليا الفم بلاتي. نصيحه نصيحه لكم الناس اللي كي عندهم مرض الضغط ولا الضغط طونسيون وكي ياخذوا الفانيد في المغرب
غالي كيجيهم اكيد. فاني ديال الطونسيون في المغرب غالي. كاين هنا المعادل ديالو، الناس اللي جايين تركيا كتعرفوهم عائلتكم حبابكم. صبري صبري صبري، قولوا لهم جيبوا لكم فاني ديال الطونسيون غيديروا فيكم خير، ولا نتوما جايين جيبوا لوالديكم ولا هذا اللي كتعرفوهم فاني ديال الطونسيون غديروا فيهم خير وغديروا الاجر، غديروا الاجر فيهم والله العظيم. 5000 ريال 250 درهم مغربيه في المغرب، هنا كانت كتاخذوا ب 100 درهم ما كاملاش. اه المعادل ديالو خوه السميه اللي شويه مختلفه صافي. دابا 100 درهم وشي حاجه ما كاملاش 3000 ريال. الفاني ديال الطونسيون رخيص، هادي نديرها لكم حلقه في ودنكم وياكم واش تنساو الفاني ديال الطونسيون. جيبوا ديال العمل نسخه من ولا الباكيه ديال الفاني ديال الطونسيون ديال تما، وجيو الفارماسيان وقولوا لهم هانتم اتاكانت هذا 16 ميلي غرام. ما كاتبينش عليه تما بشحال الثمن، لا ما كيكتبوش هنا الثمن في الباكيه في تركيا. 16 ميلي غرام راه ما كاملاش زعما، دابا راه ملي تزاد فيه زعما راه ما كاملاش ميم با ما كاملاش 3000 ريال. شنو هو هذا؟ هادي ديال هادي 85 دايره باش شريتها باباكم. ديروا في بالكم ما تنساوهاش، هي ديك الورقه الزياده باش تقولي لي ديوها معنا حتى هادي حتى هي. اه ديوها معنا. ايه وي الحليب عليا كي جاتك زوينه. شوفي هادي كي دايره. هادو فيها جوج ثلاثه، فيها ثلاثه الحكايات. اه هانتوما ها الموديل الاول بلات مزيان تشبح لك التيه، غتمشي معايا وخذيها. ها الموديل الثاني شوف كي داير من فوق. اه وهذا الثالث. شوف واش كترمي شريتي الاخرى ديك اللي البورتمونجيه كاع تحدي ما نحكي تحكي خاص نحكو في الطبسيل. الطبسيل الله غادي تاخذي هذيك الاخرى. كل الاشكال البنات. بغيت نوضح معكم واحد المساله بالنسبه للمرحومه الاخت مديحه. شخصيا ما كنعرفهاش، يعني ما عمرني ما كان معها عندي معها شي تواصل ولا شي ديك السلام، ما عمرني ما كنعرفش ما كنعرفوش بعضياتنا الا من بعيد، كنسمع بها وكتسمع بيا. لكن باش نهضرها ولا هذا لا. شفت واحد التعليق قال لك واش انت مغربيه ولا كافره بالله ولا يهوديه ولا هذا، علاش ما تمشيش توقفي معاها في الجنازه، دفنيها معاها مع خوها، توقفي معاه تما ما كيعرف حتى واحد. وقفي في الجنازه ماتت مسكينه بوحدها ما عندها حتى حد، سيري توقفي معاها. واش انا ما غنهضرش غير ماما اللي بغات تقول لكم هذه الكلمه. هضر ماما. واش على بالك تشوفوا في هذا الشيء نتوما عايشين في هذا هنا في تركيا باش تعرفوا هذا الشيء اللي جاوبوا عليه؟ ما تجاوبوا على هذا الشيء حتى تعرفوا كيفاش. واش تسحبوا على المغرب راه في الرباط ولا في مراكش دغيا غتمشي عندها وتقول لها واخا ما كنعرفها ما حتى حاجه، تمشي عاد تقول انا ودخل ما كتعرفهمش وتمشي تدفن معاهم. هي راه في بلاد راه بالطياره باش تشد انطاليا راه بعيد، راه الطياره باش تشدها خاصها تقطع الطياره وتمشي، وفين غتمشي شكون اللي غيديها عندهم وفين هي الدار وما كتعرف حتى حاجه. يعني لا نمره كتعرفوا عاد تعلقوا، تعرفوا عاد تعلقوا، عارفوا كيفاش تعلقوا، عارفوا كيفاش تعلقوا كيفاش. علاش واش هي جارتها؟ جارتها خاصها تصاوب لها كسكس وتدخلوا لها على المغرب. هي في بلاصه اخرى بعيده، مدينه اخرى بعيده عليها، وهذه هي راه بوحدها هنا تخلي ولادها وتم غدا تسول على شي دار ما كتعرفهاش باش تدفنوا معاها، ما تعرف خوها ما تعرف هي ما تعرف. انتوا واش تخربزوا تخربزوا والله باقا تسوقيهم تسوقيهم شي هادو ما كيفهموش. ماشي كنتسوق ابغى تكونوا تكونوا انتوما هنا وديروا هاد الصوار ها انا وعليكم ديروا هاد الصوار عيط تفرجوا يعلقوا ما عرفوش كاين اللي خاصو غير يهضر باش يهضر، يعلق على شي حاجه مزيانه ما يعلقش على شي حاجه خايبه، شي حاجه ما عندك ما تعرفيها ما تعرفي خوها بعيده ماشي حداك هنا، كانت حداك هنا وخا ما تعرفهاش غتمشي تسولي عليها وشي عندها وماشي هنا بعيده منك بالطياره. شدي الطياره تخلي ولادك وشتاو البرد تمي خدمتي باش غندفنها. ماتت الله يرحمها الله يلحقنا لها كنا مسلمين. آمين. والله يوسع عليها ويصبر وليداتها الله يعمل ربي هو اللي غيتولاهم وباهم يقابلهم. داكشي اللي كاين كلشي كاين على الله. اما زعما باش نكون نعرفها ولا بيناتنا شي علاقه ولا هذا ما عندي حتى شي معلومه عليها، يعني لا نمره التليفون ولا عنوان ولا حتى شي حاجه. يعني كنعرف ان واحد السيده سميتها مديحه ام البنات كاينه في نعرفها في وجهها المرحومه الله يرحمها وسهله، نعرفها في وجهها فقط لا غير. شفت واحد الفيديو كان طلع قدامي بالصدفه هي اللي باقا عاقله عليها منه صافي. هو هادشي اللي كاين الله يهدي ما خلق. شنو نقول لكم الله يهدي ما خلق وصافي. بعض الناس خاصهم غير يهضروا باش يهضروا باش يتسموا هضروا ولا يتسموا علقوا. يعني لا تعليق الصراحه ما لقيت ما نقول في هذا الوضع.
خوها راه غادي يهزها مع الناس وغادي يدفنوها. الله يكون معاهم، راجلها كاين وراجلها كاين. ما ساهلاش الصراحه الغربه هذه وداك الشيء، ما ساهلاش، ولكن يعني الحاجه اللي طلبات مني ماشي في الامكان، يعني حاجه مستحيله بالنسبه لي. فهاد الشيء اللي كاين. اش كتفرجي؟ كتفرج فيك. كتفرجي فيا. راجع فيك المهمس. راجع فيك المهمس. شوف خاطر فين حاطين لي. وهاد الشيء اللي كاين البنات. يا وليداتي يا وليداتي. شوف الله يحفظك. شنو هاد الشيء؟ هاد الشيء شنو هاد الشيء يا وليداتي؟ شوف شنو؟ فين هاد الفراجه كاينه قال لها فيك المهمس. والله إلا. تعلقوا خويتي جريو. جريو ونقزوا. خذوا راحتكم عيشوا طفولتكم. انا ما عنديش مع ديك القضيه ديال لا غتوسخ الزربيه، لا غتوسخ الفوطيل، لا غتوسخ الخاميه. لا زعما كاين شي امهات اللي كيبقاو يديروا اتونسيون بزاف، ما كيخليوش الدري مسكين ياخذ راحته في الدار حيت غيوسخ ليها. خلي اختي وسخ هذا الزمان، هذا الوقت، هذا السن، هذا المرحله راه غتقلبوا عليها بالريق الناشف. ها ماما من الشكلاط تاع لونتيرما ما بانش، ما عرفتوش يمشي، ما كاينش. اش كنهضر، اش كنقول، كتقول؟ قلت لكم هذه المرحله هذه غتقلبوا عليها بالريق الناشف. خليهم اختي وسخوا، خليهم يرونوا، خليهم مرحلة وغدوز وغتوحشوا وغتقول يا ريت لو بقاو صغيورين غيبقاو يوسخوا يرونوا لي الدنيا يبقى وحدايا. هادشي اللي كاين. نقول لكم واحد تهلاو في راسكم، تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. جيت نطلع عليكم عاوتاني باش ما نبقاش نغبر عليكم. انا كنقول لكم حقة، ديروا اللايك، ديروا اللايك، ها ديروا اللايك، ديروا اللايك. حقة بغيت نقدم شخ شخ أويلي بنتي تفادمت، أويلي بنتي تفادمت على الترازل. عربية وعقل، شكر خاص. بغيت نقدم شكر خاص بالنسبة للناس اللي صيفطوا لي ميساجات خاصة في الانستغرام. ديلارا ميراج ها الخطر، شوية ويجي على فمو على القم ديال الطبلة. في الانستغرام صيفطوا لي اكيد في التعاليق كنقدركم، شكرا لكم بزاف. وفي الانستغرام صيفطوا لي رسائل خاصه كتقولوا لي ساره كتواسيوني بالنسبه للبنات اللي عرفوا الوضع ديالي شنو هو، واخا ما فصحتش عليه، واخا ما فصحتش قلبي، فهموا الوضع ديالي شنو هو، تفهموا دعوا معايا وواساوني. شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم، الله يخطيكم عليا، والله هذا شرف كبير ليا. بغيت ندير لكم الفيديو الجاي كيفاش غنديروا لكم، حيت انا ما يمكنش دابا نفتح قلبي وغنجي ونبدا نعاود، فهمتوني؟ ما غنعرفش راسي كيفاش غنعاود. بغيت ندير لكم فيديو سؤال جواب، غندير لكم في الانستغرام سؤال جواب، نتوما سولوني بخصوص علاقتي، ما عنديش مشكل. يعني ما بيني وبيناتكم شي خصوصيات زعما، سولوني سؤال جواب، نشوف انا الاسئله وديريكتومون نجاوبكم عليهم في الفيديو. هادشي اللي بغيت نقول لكم. شنو ثاني؟ صافي اليوم مشيت هزيت صاحبتي، مشيت ركبت الخيل شويه وفجت على قليبي، جو زوين، واحد الجو مغمم، والغابه وسط الغابه وداكشي واعر والله. وشنو ثاني؟ صافي هاد الواد اللي مصاوبين حداكم ديال النقل باش كتغسلوا مصاوبين البنات، تبارك الله عرفتي، ترى الويدان راه عمرو، البراجه تاع عمرو راه شتا اليومين وهي ما تنساش. وي عرفتي تبارك الله الناس قبيله، الماديز واد لا عندهم تبارك الله هنا في الشام وجود، الله يرحمنا في المغرب والله. غادي هذاك سميتو الله يرحمنا في المغرب، هذاك سميتو الخزنه اللي كتخزن سد 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 سدود عمرو، الله يرحم المغرب حتى هو وجميع الدول، يا ربي الله ينزل علينا الرحمه. تهلاو في راسكم، طولت عليكم وقيله.